خلانا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح نتناول بهذا التشابتر الترايجنومتريك فونكشنز الدوال المثلثية وكيفية اشتقاق قوانين الدوال المثلثية والإكسرسايزز الخاصة بهالموضوع. الدوال المثلثية الأساسية في الرياضيات هي 6 دوال: الساين والكوساين والتان والسيكة والكوسيكة والكوتان. فعلى مود نستخرج قوانين للدوال المثلثية راح نفرض طلاب عندنا هنا سيركل، هنا عندك هذا الاكس اكسس محور الاكس وهذا الواي اكسس محور الواي، واكو مرسوم سيركل على المحورين دائرة. هاي الدائرة طلاب مثل ما تشوفها بهذا الشكل، نصف قطرها هو R، يعني هنا هو نصف القطر مالت الدائرة اللي هو R، اللي هو البعد من المركز center of circle إلى أي نقطة على محيط الدائرة. راح نفرض عندنا point، نقطة معينة، هاي النقطة تقع على محيط الدائرة، هاي هي النقطة طلاب هنا تكون. فكل نقطة طلاب مثل ما تعرفون إلها إحداثيين بالأكس وبالواي، أي بوينت تحتاج إحداثيين أكس وواي. فالضلع الأسفل، هذا الضلع الأسفل يمثل مقدار الأكس، يعني إشقد قيمة النقطة من الأكس أكسس، من محور الأكس، إشقد أخذت من محور الأكس، فهذا الضلع الأسفل يمثل مقدار الأكس. والضلع العمودي، هذا هو الضلع العمودي للنقطة، يمثل مقدار الواي، يعني إشقد قيمة النقطة من الواي أكسس اللي هو هذا الواي أكسس، إشقد أخذت هاي النقطة مقدار من الواي أكسس. فصار عندك طلاب هنا هذا المثلث يسموه مثلث فيثاغورس، وعندك زاوية اللي هي الثيتا يسموها الثيتا، وهذا طلاب مثلث فيثاغورس الوتر مالته هو R، والمجاور مالته هو X، والمقابل مالته هو Y. فهذا مثلث فيثاغورس اجى من 3 أضلاع اللي هو الR نصف قطر الدائرة، والضلع الآخر اللي هو X، والضلع الثالث اللي هو الواي. طبعا هذا كله من بعد ما فرضنا بأنه أكو نصف قطر للدائرة وأكو بوينت. فمن هذا الفيجر راح نستخرج القوانين 6 الأساسية للترايجنومتريك فونكشنز. فأول قانون طلاب هو ساين أوف ثيتا، يعني ساين الثيتا، هاي هي الثيتا، الساين مالتها هو المقابل واي على الوتر R فيساوي واي على R. ثاني قانون هو كوساين أوف ثيتا اللي هو نقصد به كوساين الثيتا يساوي المجاور اللي هو الأكس على الوتر R. ثالث قانون اللي هو التان اوف الثيتا اللي هو تان الثيتا يساوي التان طلاب هو الساين على الكوساين، فالساين هو واي على ار والكوساين هو اكس على ار، فالار تختصر ويا الار فيبقى واي على اكس. القانون الرابع سيكا اوف ثيتا اللي هي سيكا بالنسبة للثيتا يساوي طلاب قانون السيكا هو مقلوب الكوساين، يعني 1 على كوساين الثيتا، وكوساين الثيتا انت عندك اكس على ار فيصير بالمقام اكس على ار، فالمقام يصعد بسط فتظل ار على اكس. قانون كوسيكا للثيتا اللي هي كوسيكا الثيتا يساوي 1 على ساين الثيتا، وساين الثيتا عندك انت واي على ار
فالآر تصعد بسط على الواي. كوتان أوف الثيتا اللي هو كوتان الثيتا يساوي واحد على تان الثيتا، التان هو واي على اكس، فالاكس تصعد للبسط فيساوي اكس على واي. هاي القوانين الستة لتراجنومتريك فانكشنز. طلاب هسه راح نتحول لاشتقاق المعادلة الذهبية اللي هي ساين تربيع الثيتا زائد كوساين تربيع الثيتا يساوي واحد. فراح استفاد من قانون فيثاغورس ومن الرسم، هذا الرسم هذا الفيجر على مود اوصل لاشتقاق المعادلة الذهبية. فقانون فيثاغورس هو الوتر تربيع يساوي مجموع مربع الضلعين القائمين اللي هو مجموع مربع الضلع الاول الاكس تربيع زائد الضلع الثاني واي تربيع. لكن الاكس طلاب يساوي الار في كوساين الثيتا، منا استخرجت قيمة الاكس، الاكس يساوي الار في كوساين الثيتا، والواي يساوي الار في ساين الثيتا، الواي يساوي الار الوتر في ساين الثيتا. فهسه قيمة الاكس جاهزة وقيمة الواي جاهزة، وراح اعوضهم بقانون فيثاغورس. اذا الوتر تربيع ينزل يساوي تعوض قيمة الاكس وتربحها زائد قيمة الواي وتربحها، وبعدين تدخل التربيع على المعاملات. الار تربيع يساوي هاي تصير ار تربيع كوساين تربيع الثيتا زائد التربيع يدخل على الار وعلى الساين ايضا ار تربيع بساين تربيع الثيتا. الار تربيع يساوي هنا تسحب عامل مشترك اللي هو الار تربيع، فيبقى عندك من الحد الاول كوساين تربيع الثيتا زائد من الحد الثاني ساين تربيع الثيتا. هاي الار تختصر، الار تربيع تختصر ويا الار تربيع، فيبقى هنا عندك واحد وهنا واحد، فالواحد هذا راح يجي هنا وهنا الواحد ينظره بهاي المعادلة تبقى كما هي، فصار ساين تربيع الثيتا زائد كوساين تربيع الثيتا يساوي واحد. طلاب حاليا راح نشتق قوانين اخرى بالاعتماد على القوانين الستة الرئيسية اللي استخرجناهم من هذا الفيجر. القانون الاول اللي هو قانون المعادلة الذهبية ساين تربيع الاكس او الثيتا زائد كوساين تربيع الاكس يساوي واحد. من هذا القانون طلاب راح استخرج قانونين اخرى، يعني مرة اقسم هذا القانون على كوساين تربيع الاكس، فساين تربيع الاكس على كوساين تربيع الاكس اللي هو تان تربيع الاكس زائد كوساين تربيع الاكس على كوساين تربيع الاكس واحد يساوي واحد على كوساين تربيع الاكس. احنا قلنا اي واحد على كوساين هو سيكا، فتصير سيكن تربيع الاكس. اذا هذا القانون الاول اللي اشتقيناه من هاي المعادلة الذهبية بانه سيكن تربيع الاكس هي تان تربيع الاكس زائد واحد. نفس القانون اللي هو قانون المعادلة الذهبية قانون رقم واحد راح اقسمه على ساين تربيع الاكس، فساين تربيع الاكس على ساين تربيع الاكس ينطيك واحد، الزائد ينزل. كوساين تربيع الاكس على ساين تربيع الاكس، الكوساين على الساين ينطيك كوتان وتنزل التربيع اللي يساوي ينزل. واحد على ساين تربيع الاكس، اي واحد على ساين هو كوسيكا وينزل التربيع. فهذا القانون الثالث، كوسيكا تربيع الاكس يساوي واحد زائد كوتان تربيع الاكس. قوانين ضعف الزاوية، ساين اثنين اكس، هنا الزاوية طلاب هي ضعف الدالة الساين، يعني هنا الساين الزاوية مالته ضعف، فقانون ضعف الزاوية بالنسبة لدالة الساين يساوي تنزل اثنين وبعدين تضربها بساين نصف الزاوية، لان نصف اثنين اكس هو اكس، وبعدين تضربها بكوساين نصف الزاوية اللي هو نصف الثنين اكس اكس. قانون ضعف الزاوية بالنسبة لدالة الكوساين، كوساين الثنين اكس يساوي
كوساين تربيع نصف الزاوية ناقص ساين تربيع نصف الزاوية. فهذا القانون وهذا القانون تسمى قوانين ضعف الزاوية بالنسبة لدالة الساين والكوساين. فحاليا طلاب كملنا قوانين ضعف الزاوية، راح ننتقل لقوانين الدالة تربيع، يعني ساين تربيع الاكس وكوساين تربيع الاكس. فهذا الاشتقاق راح يوصلك القانون ساين تربيع الاكس. تنتبه ساين تربيع الاكس وليس ساين 2 اكس، يعني الدالة تربيع يساوي نصف تفتح قوس واحد ناقص كوساين ضعف الزاوية 2 اكس، يعني ذا الاكس هنا 5 فهنا تعوض كوساين 10. هذا الاشتقاق ايضا يوصلك القانون كوساين تربيع الزاوية. كوساين تربيع الزاوية يساوي نصف في واحد زائد، الفرق هو هنا ناقص هنا صار زائد، واحد زائد كوساين ضعف الزاوية، يعني فقط بالإشارة الاختلاف بالساين تربيع سالب وبالكوساين تربيع هو موجب. وهنا ضعف الزاوية، إذا هنا الزاوية 10 هنا تصير كوساين 20. فطلاب حاليا راح ننتقل لتسع قوانين خاصة بجمع أو طرح وضرب الساين والكوساين والكوتان. هنا عندك قانون جمع زاويتين أو رقمين بالنسبة للساين، وهنا طرح زاويتين أو رقمين بالنسبة للساين أيضا. فالقانون ما ساين الأكس زائد الواي يساوي ساين الأكس في كوساين الأكس زائد كوساين الأكس في ساين الواي. قانون ساين الأكس ناقص الواي تنزل هاي الحدود كما هي، يعني ساين الأكس ينزل كوساين الأكس ينزل كوساين الواي أيضا ينزل بساين الواي أيضا ينزل، فقط الإشارة تصير سالب، العفو ناقص. فالموجب بالساين يحافظ على نفسه، والسالب أو الناقص بالساين أيضا يحافظ على نفسه. كوساين جمع رقمين وكوساين طرح رقمين أو زاويتين. كوساين الأكس زائد الواي يساوي كوساين الأكس في كوساين الواي ناقص ساين الأكس في ساين الواي. هنا أيضا تنزلهم كما هما، يعني هاي الحدود تنزل كما هي، فقط تقلب بالكوساين الموجب يصير سالب والسالب يصير موجب، والحدود هاي تبقى كما هي. تان جمع رقمين يساوي هنا النتيجة على شكل كسر القانون مالتها، فتوزع تان الاكس بالبسط الزائد ينزل تان الواي على واحد ناقص، هنا راح تقلب اشارة الزائد تصير ناقص في ضربهم، ضرب تان الاكس في تان الواي. تان الاكس ناقص واي يساوي ايضا هنا القانون عبارة عن كسر، توزع البسط تان الاكس ناقص تان الواي على واحد عكس الاشارة زائد ضربهم تان الاكس في تان الواي. هنا عندك ضرب ساين بساين، والاي والبي هما زاويتين او رقمين مختلفين، يعني قيمهم مو متشابهة. فساين الاي في ساين البي يساوي نصف تفتح قوس كوساين الاي ناقص البي ناقص كوساين الاي زائد البي. هنا كوساين الاي في كوساين البي، الاي والبي هما رقمين او زاويتين ما متشابهين مختلفين بالقيمة. فكوساين الاي في كوساين البي يساوي تنزل النصف نفس الحدود كوساين الاي ناقص بي، وهنا كوساين الاي زائد بي، فقط بالكوساين ضرب كوساين بكوساين تخلي موجب، وضرب ساين بساين تخلي سالب. هنا ضرب مزدوج ساين الاي
في كوساين البي يساوي بالمزدوج راح تحول كل شغلك الى الساين، يصير ساين الاي ناقص البي بساين الاي زائد البي، وبيناتهم شنو؟ بيناتهم إشارة الموجب. فتنتبه على هذا الشيء. لهنا طلاب كملنا جميع القوانين الخاصة بالترايجونومتريك فانكشنز. حاليا راح ننتقل للملاحظات عامة حول هالموضوع. الملاحظة الأولى، قيمة الباي مع الزوايا 180 ومع الأرقام هي 3.14. إشارة الدوال المثلثية حسب الربع، عندنا بالربع الأول الساين والكوساين والتان كلهم موجب، بالربع الثاني فقط الساين موجب، بالربع الثالث فقط التان موجب، بالربع الرابع فقط الكوساين موجب. إضافة أو طرح أي عدد من الدورات لا يغير من قيمة الزاوية. 2 باي هي دورة واحدة 360 درجة، 4 باي هي دورتين، 6 باي هي 3 دورات، وهكذا. يعني إذا تريد تطرح أو تضيف أي عدد من الدورات ما راح يغير على قيمة الزاوية، وهاي راح تتوضح بالإكسرسايزز. ملاحظة رقم 4، الباي على 2 قيمتها 90، قيمة الباي هي 180، وقيمة 3 باي على 2 هي 270، وقيمة 2 باي هي 360. الزوايا المكملة اللي هي الباي 180 درجة و2 باي اللي هي 360 درجة. طلاب الزوايا المكملة هي الزوايا اللي تكون على الاكس اكسس، يعني على محور الاكس، اللي هم 180 و360، فيسموهم زوايا مكملة اللي هي الباي و2 باي. فإذا تريد تحسب دالة الساين أو دالة الكوساين أو دالة التان لأي زاوية نسبة إلى الزوايا المكملة اللي هي الباي أو 2 باي، فتستخدم الطريقة التالية: موقع الربع يحدد الإشارة وتبقى الدالة نفسها. هذا شنو معناه؟ يعني إذا تريد تحسب ساين زاوية معينة فالدالة تبقى كما هي ساين، أو تحسب كوساين زاوية معينة فالكوساين يبقى كما هو، أو تان زاوية معينة فتبقى الدالة كما هي، تبقى الدالة نفسها اللي هي نفس الدالة تنزل بالحل. وموقع الربع يعني بيا ربع تقع هاي الزاوية، موقع الربع هو اللي راح يحدد إشارة الدالة. فهنا إشارة الساين مثلا بالربع الثاني تكون موجبة، فإذا الزاوية بالربع الثاني مع دالة الساين فالساين ينزل كما هو، وإشارة موقع الربع هو اللي يحدد الإشارة بما أنها الزاوية بالربع الثاني وانت مستخدم ساين فتخلي موجب. او مثلا حسب السؤال تريد تحسب تان زاوية معينة فالدالة تبقى نفسها هي التان، يعني مثل ما تشوف هنا التان قاعد يبقى نفسه بالاعتماد على الزوايا المكملة اللي هي اما الباي او 2 باي. وموقع الربع يعني بيا ربع تقع هاي الزاوية، موقع الربع هو اللي يحدد اشارة التان، والتان موجب فقط بالربع الأول والربع الثالث. بس راح ندخل ديبلي بشرح الزوايا المكملة. الزاوية المكملة الأولى اللي هي الباي اللي قيمتها 180 بها احتمالين، يا أما باي ناقص الثيتا أو باي زائد الثيتا. إذا أجاك بالسؤال باي ناقص الثيتا هنا شنو معناها؟ معناها الزاوية بالربع الثاني، يعني الزاوية محصورة بين 90 وبين 180،
لأن 180 ناقص الزاوية، فالزاوية راح تكون بالربع الثاني بين 90 وبين 180، فهنا تبقى الدالة كما هي حسب الطريقة، وإشارة الدالة تحدد حسب موقع الربع. الربع الثاني بي فقط الساين موجب، ففقط هنا عندك الساين موجب، هنا الكوساين يصير سالب والتاني يصير سالب. الاحتمال الثاني هو باي زائد ثيتا، معناها شنو هاي؟ معناها الزاوية بالربع الثالث، يعني محصورة قيمة الثيتا بين 180 والميتين وسبعين، لأن باي زائد يعني 180 وتعبر 180 اللي هو مقدار الثيتا، فتكون بالربع الثالث. الدالة تنزل كما هي، وبالربع الثالث طلع فقط التان موجب والساين والكوساين تعوضهم سالب. الزاوية المكملة الثانية اللي هي 2 باي اللي مقدارها 360 طلاب بها فقط احتمال واحد، وهو 2 باي ناقص الثيتا، معناها الزاوية محصورة بالربع الرابع يعني بين 270 وبين 360، فهنا الدوال تبقى كما هي والربع يحدد الإشارة. فبالربع الرابع فقط الكوساين موجب والساين والتان اثنينهم سالب. مرات يكتبوها هيك ومرات يكتبوها هيك، نفس الشيء، يعني مرات 2 باي ناقص ثيتا ومرات يعوضوها فقط ناقص ثيتا، يعني يعتبرون 2 باي موقع يصير وي الصفر على الاكس اكسس من جهة الموجب، فكأنه صفر ناقص الثيتا، فنفس النتائج. يعني ماكو عندك احتمال ثاني، مو نفس هنا الباي كانت باي ناقص الثيتا وهنا باي زائد الثيتا، هنا فقط 2 باي ناقص الثيتا، لان اذا تسوي احتمال اخر 2 باي زائد الثيتا معناه راح تعبر دورة اخرى، تعبر 360. الزوايا المتممة طلاب اللي هي الباي على 2 و 3 باي على 2، الباي على 2 90 و 3 باي على 2 270 درجة، هي الزوايا اللي تكون على الواي اكسس محور الواي، فيسموها زوايا متممة اللي هي الباي على 2 والثلاثة باي على 2. فإذا تريد تحسب دالة الساين أو دالة الكوساين أو دالة التان لأي زاوية نسبة إلى الزوايا المتممة، فتستخدم الطريقة التالية: موقع الربع يحدد الإشارة وتقلب الدالة إلى متممتها. يعني طلاب هنا الدالة تقلب إلى المتممة، الكوساين يصير ساين والساين يصير كوساين والتان يصير كوتان، إذا أنت قاعد تستخدم الزوايا المتممة، أما باي على 2 أو 3 باي على 2. وموقع الربع يحدد الإشارة، يعني هذا الشيء يشتري كويس الزوايا المكملة، موقع الربع يحدد إشارة الدالة، لكن هنا الدالة تقلب إلى المتممة، لذلك يسموها الزوايا المتممة. يعني مثلا تريد تحسب ساين زاوية معينة، فالدالة تقلب إلى متممتها وموقع الربع يحدد الإشارة حسب الشرح اللي شرحناه على الزوايا المكملة. الزاوية المتممة الأولى اللي هي الباي على 2 90 بها احتمالين، أما باي على 2 ناقص ثيتا أو باي على 2 زائد الثيتا. إذا باي على 2 ناقص الثيتا معناها الزاوية بالربع الأول يعني محصورة بين الصفر وبين 90، لأن باي على 2 90 ناقص الثيتا هو مقدار الزاوية، فتكون محصورة بالربع الأول. لكن إذا باي على 2 زائد الثيتا معناها بالربع الثاني، يعني الزاوية محصورة بين 90 وبين 180، فهنا الدالة تقلب إلى المتممة، مالتها الساين تصير كوساين، كوساين ساين، التان كوتان، والإشارة بالاعتماد على موقع الربع. الزاوية المتممة الثانية اللي هي 3 باي على 2
اللي مقدارها 270 أيضا بها احتمالين، أما 3 باي على 2 ناقص الثيتا أو 3 باي على 2 زائد الثيتا. فإذا 3 باي على 2 ناقص الثيتا معناها الزاوية محصورة بالربع الثالث، يعني بين 180 وبين 270. فتنتبه هنا بما أنه الزاوية متممة فتقلب الساين إلى كوساين، الكوساين إلى ساين، والتان كوتان، وبالربع الثالث فقط التان موجب والبقية سالب. الاحتمال الثاني 3 باي على 2 زائد الثيتا معناها الزاوية محصورة بالربع الرابع بين 270 لغاية 360. فهنا طلاب بما أنه الزاوية متممة فتقلب الدالة والإشارة حسب الربع. هسه طلاب راح ننتقل إلى التمارين الخاصة بتراجونومتريك فانكشنز وقوانينها. Example 1 ساين 10x اللي هو قانون ضعف الزاوية للساين يساوي 2 في ساين نصف الزاوية، نصف العشرة اكس هو 5x، في كوساين نصف الزاوية، نصف العشرة اكس ايضا 5x. Example 2 كوساين 4x قانون ضعف الزاوية للكوساين يساوي كوساين تربيع نصف الزاوية 2x ناقص ساين تربيع نصف الزاوية اللي هو 2x. هنا صححون تخلون 2x. Example 3 كوساين تربيع 7x هذا قانون مربع الدالة اللي هو نقصد به الدالة تربيع، كوساين تربيع قانونه بالنصف يساوي نصف تفتح قوس 1 زائد كوساين ضعف الزاوية ضعف 7x 14x. Example 4 ساين تربيع 15 هذا قانون مربع الدالة، يعني مربع الساين ساين تربيع قانونه بالنصف يساوي نصف في 1 ناقص، تنتبه هنا زائد لأن كوساين تربيع هنا ناقص، كوساين ضعف الزاوية ضعف 15 هو 30. Example 5 كوساين 330 طلاب تنتبه على هذا الإكزامبل، الدالة هي كوساين والزاوية هي 330. بالبداية طلاب تحدد الزاوية تكون بيا ربع على مود تعرف الربع وموقع الربع هو اللي راح يحدد الإشارة موجب أو سالب بالنسبة للدالة. فهنا الزاوية 330 بالربع الرابع، وبما أنه كوساين فالكوساين موجب بالربع الرابع، إذن هنا حددت الإشارة موجبة بها احتمالين هاي الزاوية 330 للحل. أما تأخذ تشتغل متممة 270 زائد أو مكملة 360 ناقص، هسه راح نشتغل على المتممة اللي هي زقيت 2 باي على 3 اللي هي 270. فتكتب يساوي كوساين تفتح قوس اختاريت الزاوية المتممة اللي هي 270 تخلي زائد 60. ليش 60؟ على مود توصل ل 330 فيحتاج لك 60 زائد 270 فترجع عندك 330. هاي 60 هي الثيتا، ولأن متممة لأن 270 فراح تقلب الدالة إلى متممتها، يعني الكوساين تقلب إلى ساين، وموقع الربع حددناه بما أنه بالربع الرابع الكوساين موجب فتنزل موجب ساين الثيتا اللي هي 60. يعني بالبداية تحدد الزاوية 330 بالربع الرابع والدالة هي كوساين بالربع الرابع موجب فتنزل الموجب، وتختار يا أما متممة أو مكملة، إذا متممة يساوي كوساين 270 تخلي زائد،
وش قد يحتاج لك على مود توصل 330 هي 60 درجة، فتاخذ المتممة مالت الكوساين ساين لان انت اختاريت 270، فتصير موجب ساين 60. هذا الاحتمال الاول بالحل. طبعا هنا اختاريت المتممة اللي هي 2 باي على 3 ال 270 لان احنا عندنا 330 بالربع الرابع، فتكون قريبة على هاي الزاوية اللي هي 270 المتممة. example 6 كوساين 330 نفس هذا الاكزامبل، لكن هنا راح يحله بالزاوية المكملة اللي هي 2 باي 360، فتكتب يساوي كوساين 2 باي 360 ناقص 30. هنا خليت ناقص 30 على مود اوصل لل 330، يعني 360 ناقص 30 يرجع 330، فهذا هو الفرق. ولأن مكملة لأن 360 فتبقى الدالة كما هي، يعني تبقى الكوساين نفسها كوساين، وموقع الربع اللي هو الربع الرابع كوساين موجب، فتصير موجب كوساين الثيتا هي 30. example 7 ساين 150، فتكتب يساوي ساين، هنا راح تختار انت مثلا 180 اللي هي الزاوية اللي تكون شنو، تكون مكملة، فيساوي ساين 180 ناقص 30 على مود توصل 150، لان 150 تكون بالربع الثاني، وموقع الربع يحدد الاشارة بما انه الدالة ساين، فالاشارة مالت الساين بالربع الثاني موجب، وانت اختاريت هنا الزاوية المكملة 180، فهنا راح تحافظ على الدالة تبقى كما هي الدالة بدون متممة، فتنزل الدالة كما هي والثيتا هي 30، فتصير موجب ساين 30. او تقدر تحل بطريقة اخرى، تستخدم الزاوية المتممة وتخلي هنا موجب، فتصير عندك يساوي ساين الباي على 2 اللي هو 90 زائد 60، لان 90 زائد 60 توصل ل 150، فتحول الى المتممة والثيتا الجديدة تصير 60 اذا استخدمت المتممة. لهنا طلاب انتهينا من الاكزامبلز حول trigonometric functions.